سيدي بوزيد حالة احتقان قدام مستشفى ابن الجزار تاع زيزات باش يحميه والإطار الطبي ولا شبه طبي مفهوم هذا يمكن من عند العائلات شو مطلوب منه الإطار الطبي بربي باش يعمل مع زيزات باش يروح اشتا وراه يخدم في ظروف معناتها رعب معناتها راه انسان مرعوب ربي يرحم اللي توفى وربي يشفي اللي قاعدين يتعالجوا تسمح تعقيب على مراد تابو نعرف سجل تابو لا الملف تابو حال الوقت راهو حلانه خاطر هو يعكس حالة شيزوفرينيا عامة ازدواجية شخصية ازدواجية شخصية حتى الدولة وقرارها القانوني تعرف سي زياد نقاط البيع هذه المفتوحة القانونية في نفس الوقت القانون التونسي كي يشدك هزز في يدك صحيح ساشي فيه زوز قوارير بتاع كحول وانت شاريها من مقزة عند الحبس القانون يعاقبك بموجب قانون موجود من وقت البيات التوى يعني وضحوا رواحكم طو ذكرك العام مجلس نواب الشعب وقتها وكتلة النهضة قالوا بربي يصوتوا وقتها على التخفيض في اسعار الفودكا ومنظر كان وقتها منظر يعمل الكيف رئيس المجلس الفودكا توا 105 قام نور الدين البحيري بربي قال له السيد الرئيس عندنا صلاة المغرب ونرجعوا نكملوا ذكروها ما وقت يكشف الويسكي والفودكا ومدري شنو راهو قصة الكحول تعكس حالة بتاع شيزوفرينيا في البلاد الشرب التوانسة تبارك الله راهو الاولانيين في العالم رفض الشرب والناس الكل كذا انا متاكد هذا موضوع تحكيوا فيه عنا على الصباح انا متاكد مثل في الحكايه تاع اليوم يا مراد تحبنا نوليو نبيعوا في الاحواض وهي بيدها اللي تجري وتشد ويوصل للاسف كما قلت كما الحاله بتاع القروان يجري على حكايات مضروبه ماهيش معناها موجود بايسونس نهار يعمل له بايسونس بتاع كراهب ويشرب للاسف واكثر كي نعملوا دراسه اكثر شعب يتعاطى الكحول في الوطن العربي هو تشوف في البير لكن المشكل الكبير مش مشكل انا نتاع توزيع حسب اعتقادي مشكل مادي باتم معنى الكلمه الناس هذوما اللي تمشي تستعمل الكحول هذوما للكول وغيره 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 المواد السامه والله كلها مشكله تصورها بعتها على دينار نحكي لك يا ودي فما والله فما ناس فما ناس يا برهان تمشي تستعمل المواد هذه وهي عارفه روحها تضر في روحها لكن وقت اللي ما يلقاش امكانيات ماديه يمشي يعمل الشيء هذا ان شاء الله ربي يشفي اللي قاعدين يتعاجوا وربي يرحم اللي توفى واحنا مازلنا مكملين في الكونسيل